هاد السيد راه تعدى عليا وهاد السيد فوق القانون. انا راه امن خاص، تنزيد ناكد انا امن خاص ديالو، اقسم بالله العلي العظيم، الى هاد السيد الى اكبر طاغيه كاين هنا في مدينه فاس. هاد السيد ظالم، هادشي شفتو بعيني، الظلم اللي شفتو بعيني، وعطاوني اوامر باش نمشي انا نظلم الناس، رفضت ندير هادشي، وليت انا داكشي اللي كنت كنشوفو ولا كيطبق عليا انا، وهذا هو اللي كاين. ولدي ما يفيد في عده جرائم، من بينهم كاين جرائم ديال الاختطافات، كاين جرائم ديال الاغتصابات، كاين جرائم ديال الاحتجازات، كاين جرائم ديال تهديد السكينه، كاين جرائم بزاف. وغطلعوا نعم سيدي غديروا بحث، راه عنده تما كاين عدد ديال، راه كاين فهمتي حي سكني في حي صناعي، ما كاينش اللي يهضر، اللي يهضر كيصيفط له عصابه كيدقدقوه، وكيجيب ناس، كيجيب عصابات مبحوث عليهم. هاد العصابات اللي كيجيب مبحوث عليهم ديجا كيوعدهم، كيقول لهم غندير لكم ثمن 5000 درهم غندير لكم في الشهر، يعني سلام غادي للحبس، سلام مشيتي للحبس ما تجبدنيش، ما تجبدش شكون صيفطك، وغتخرج لك واحد الشهريه عندك، يعني بحال يخرج له الصوماج هو في الحبس، 5000 درهم غدوز للدار، يعني لدرجه واخا كي يعني كي هذا كيخدم داك الخدمه ديال الجريمه المنظمه، هذا كيخدم خدمه ديال الجريمه المنظمه، كيدير شي جرائم في خفاء، تيهضر مع ناس ماشي في التليفون، تيهضر مع ناس بينه وبينهم، ناس مقربين ليه، داك الناس تيعطيو اوامر، الاوامر كتعطى، كينفذوا العمليات، كيدير ما بغى، اللي هضر طاغي عليه، شي واحد مشى دار ساحته تما جات ولا الطيب، راه الساكنة ولا الطيب راه غادي تعرفني، يعني فهمتي مدينة فاس كلشي كيعرفني انا خدام مع هاد السيد، الله من هذا منكر، هاد السيد راه خارج على القانون، هاد السيد كيدير ما بغى في البشرية، هاد السيد كيقول لك انا القانون ديالي هو الفلوس. هاد السيد يعني ناهيك على اي واحد غديروا معاه بحث في داك الناس اللي عندهم الماكن ديال الضو، اللي عندهم الرخص القهاوي، راه ما كاينش شي واحد اللي ما حطش الفلوس راه ما غيعطيهش الرخصه. والدليل الكبير داك العمراني حسن العمراني اللي عنده المشكل مول الفيلا اللي عطى 5 مليون، هذاك راه كلامه صحيح. حضرت انا على بزاف الخروقات في هاد المشاكل اللي كيدير هاد السيد، منهم من هاد الناس اللي كيهضروا، هاد الناس اللي كيهضروا راه ربي اللي عالم، راه هادشي راه ماشي كذوب. ولا اله الا الله محمد رسول الله. وتنشكركم اخوتي المغاربه، وهذا هو اللي كاين، راه اليوم الدنيا وغدا الاخره، الا كنت انا كذبت على هذا السيد ربي غياخذ فيا الحق، والسلام عليكم.